صحفي المصري أستاذ شريف أنديل، صحفي مصري كان بيشتغل في مؤسسة الشرق الأوسط، انتقل من جريدة الجمهورية ليعمل في لندن، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وفي مصادفة بيعتبرها من أحلى مصادفات حياته، وأثناء إجراءه حوار مع رئيس السنغال عرف أنه شادية موجودة في الفندق وعلى أعتاب الحج، كانت في رحلة حج، وعشان كده كانت موجودة في السعودية. أجرى معها حوار مطول، أنا ذاك اتنشر صحفيا، إنما فضل الشريط اللي هو سجله مع شادية في بيتها في الجيزة فضل معاه 30 سنة، وأول مرة يتعرض، وتحديدا الجزء اللي سألها فيه عن اعتزالها وعن الأجواء اللي هي قررت فيها أن هي تغير مسار حياتها في الوقت اللي هي اختارته. أنا كنت عايزة أعتزل بالقيمة تقولي قبل المسرحية رايو، بعد شغلي كان حاجتين حلوين، أن أغني وبمثل. ما لقيش أغاني بصنية، عملت فيلم وما غنيتش فيه، ما لقيتش فيلم أفلام روايات حلوة أعمل أغنية. حياتي كانت مليانة بعملي بشغلي الحقيقة. فلما جيت ابتديت بقى ما فيش حاجه بتعجبني، ابتديت مش يعني اكسل شويه، الروايه تيجي ما اقراهاش على طول، اقراها شويه واسيبها. فكرت اعتزل لغايه ما جات الظروف، برضو سبحان الله تعالى اللي بيعمل كل الظروف. حسين كمال قال لي مسرح، ضحكت قلت له يا ابني انا عايز اعتزل المسرح ايه وبتاع، قال لي هقول لك على، قال لي رايا وستين بس. هو قال لي انا بحب رايا قوي وكنت ادرسها في الافلام، ويعني الشخصيه دي كانت تعجبني. فقلت له طب ابعت روايه وشوف. فبعت لي الفصل الاولاني، الحقيقه اما قريتها لقيت نفسي يعني نسيت كل حاجه، يعني عايزه بس اعمل الروايه دي، بس هخش المسرح ازاي؟ واشتغل كل يوم ازاي وبتاع. حصل اتفقنا ان انا اشتغلها 3 أشهر بس، 4 أشهر. ودخلت فيها والحمد لله ربنا نجحني فيها. ابتديت بقى هنا يعني احنا 2020. فادني في ايه المسرح؟ ارجع من البيت على البيت الساعه 3 ونص، على ما اخد دش او في وشي بتاع الفجر بالليل. كنت بصلي الفجر، انا ما كنتش بصلي الفجر. من هنا ابتدى المشوار بقى ان انا ايه يعني شغلي مش هيديني وقت ان انا اصلي، ان انا اقرا القران، ان انا اقرا الدين. يعني خلاص ابتديت بقى من هنا اسرار. ظبط الشقه وقعد مع ماما وكله، واصحي ماما الفجر برضه واجي اصلي الفجر واقرا قرآن معين. هيا فيات عايزة حج، عايزة يا رب حج يا رب حج يا رب. كان ممكن ان انا حج بس انا كنت رايحة عشان امريكا عشان اعمل عملية ولازم اروح. فخلصت على طول المسرحية وقلت ايه ان شاء الله اروح اعمل عملية وارجع على الحج على طول على العمرة، عشان كان لسه الحج عايزين كله. وبعدين لقيت الله يمسيه الخير علي عيسى كلمني وقال لي منذ النبي وعايزين ايه رايك تقولي اغنيه دي؟ ربنا بيبعت لي الحاجات الحلوه دي. قلت له على طول يا ريت يا ريت. بس فجالي الملحن جديد، يعني بالنسبه لي اول مره كلام حلو عملته عليا دعاء. على طول طلعت، عمري ما حسيت بسعاده بامان براحه زي ما غنيت في الحفله دي. أمرك يا سيدي جاب وعرفني طريق وسكتي، جاب وعرفني طريق وسكتي، وفي هدى وفي نوره مشيت خطوتي. بعديها بقى لقيت عشت عايزه اروح العمره تاني. وحجيت وكله. وبعدين لقيت نفسي ان انا مقرره ما اشتغلش في الافلام ولا حاجه، انما اغاني. ابتدت تجي لي اغاني، انما حقيقي ابتديت بقى ايه يجي لي نوع من القلق، ما اعرفش ايه القلق، قلق مش قادره احفظ، مفيش كلمه بتعجبني. مش قادرة انا كنت احفظ مثلا حاجة تعجبني احفظها على طول.
مش قادرة، وبعدين كل حاجة أقرب أسيبها، ونوع من القلق. فكلمت أنا لي أخ اسمه يعني أستاذ أحمد شفيق كامل. نعم. أنا اللي دورت عليه وكلمته. نعم. عشان أسأله أحط عايزة أغنية، وبعدين من ضمن السؤال أنا حط راح قال لي كنت عايزة تحكي لي على طول. ده اللي لازم تعمليه. نعم. إذا كنت أنت أحسست كده. فكنت تاني يوم كنت بكلم الشيخ الشعراوي قلت له ممكن أقابل حضرتك بتاع قال لي تعالى. أول سلام عليكم أنا شفيق. على طول. ورحت قلت له أنا بيني وبين نفسي كنت واعدة سبحان الله وتعالى إن أنا أغني دينية من بعد كده، يعني اشكر فيها ربنا اللي نجحني كل السنين دي وسطرني. نعم. ومريت في حياتي الحمد لله يعني ولله الحمد. لكن انا دلوقتي مش عايزه اغني، مش قادره اغني ولا اي شيء، انا عايزه اتحجب واقع. فهذا حرام عشان انا بس اديت وعد. وانا هتخلى عن الوعد، عايزه اتخلى عنه. قال لي اللي انت عملتيه ده احسن مليون مره من اللي انت كنت اللي عملتيه، بس اطمني. قمت من عنده، كنت رايحه متحجبه بقى. قمت من عنده نزلت السلالم زي بيت عندها 16 سنه. والله العظيم يعني بقول لك 16 سنه بالظبط بجري، وبعدين عربيتك بعيد بمشي، حاسه بقول لك الدنيا دي حاجه تانية، انا واحده تانية، انا يعني حاجه تانية. قعدت في العربية عمري ما اتحسيت بالسعادة دي وانا في العربية وراجع البيت وبتاع. ياس اهو من بعديها بقى النور ظهر في حياتي. فادية عمالة تتكلم وأستاذ شريف سايبها براحتها عشان هي قالت له سيبني بس أتكلم واسترسل. يعني هي فترة لو بحسبة كده الفترة اللي هي اتحجبت فيها كانت فوق 50 سنة تقريبا صح؟ بالتأكيد بالتأكيد كانت فوق 50 سنة. يعني هي عشان تكون خلصت مسرحية ريا وسكينة وفات فترة فهي يمكن في أواخر الخمسينات يعني نقول كده صح كده 57 حاجة زي كده. إنما إحساسها وهي بتتكلم ملوش علاقة بالسن، له علاقة بروحها. أنا فوجئت بشكلها، يعني عشان أكون صريح معك أنا فوجئت بشكلها. إنسانة حيوية جدا وزي ما قلت لحضرتك ساطعة وحاضرة. بس مش هي شادية اللي في الصورة دي. لا. أكيد يعني أكيد خالص سيدة كبيرة خالص في السن خالص، لدرجة إن أنا نسيت إن أنا بقى إن أنا عندي شادية، يعني في وقت من في وقت من أوقات الحوار أنا نسيت إن أنا مع شادية. شادية الفنانة يعني أنا يعني نسيت زي الأمهات في البيوت بالضبط كده صح بالضبط. أقرب كده يعني المرحلة العمرية واحدة في أواخر بالضبط. حضرتك لما قلتها قلت كانت حاجة و60 يعني بالتالي هي كانت أكبر مني يعني. فهي لما كانت بتتكلم عن الأمومة كنت بحس بالفعل ان هي ام جميله جدا جدا جدا، وام بمعنى الكلمه يعني مش ام ممثله او ام، لا بحس بالفعل بشعور الأمومة. انا قعدت طبعا يعني سمعت اجزاء كبيره من الحوار ده. نعم. واضح انه حضرتك لما جيت تسالها في السياسه ارتبكت، زعلت جدا. زعلت وانا كنت حذر يعني، انا نفسي ان هي تتكلم في السياسه. وبعدين لما قالت لا بقول لك ايه برضو بمصرية صميمة يعني بقول لك احنا ما اتفقناش على كده. وطفيت التسجيل. نعم. حضرتك طفيت التسجيل استجابة للرغبة. طفيت التسجيل. في اكتوبر حضرتك شاركت في حاجة في حرب اكتوبر بعد حرب اكتوبر؟ اغاني. نعم. ضروري بس يعني الواحد يعني بقول لك انا نسيت عمل دلوقتي. نسيت خالص. لكن ظروف اكتوبر طبعا كان فاكرة انت حضرتك مدى فرحي كلنا كل الفنانين لا بالدرجة الأولى الفنان يعني الفنان بيقوم بمجهود كبير أو من قلبه وإحساسه طبعا. نعم. انت قابلت حضرتك جمال عبد الناصر في الفيلم ده؟ لا بقى مش احنا ما اعرفش ما قابلتش مين ولا قابلت ايه. نعم. فبلاش يعني لا السؤال يعني ما ارتحتلوش. لا انا مش كاتب، انا كاتب حتى الرئيس عبد الناصر رئيس الفيلم. يعني ما ارتحتلوش جنبه يعني علاقه مش يعني ما فيش داعي. لا مش مشكلة ما يكون بعدين تكون يعني مش عايزه. لا بلاش نتكلم في السياسه عموما كلها كلهم ابطالنا ورجالنا كلهم. لما قفلنا الكاسيت قالت يعني هو كل واحد له مميزاته وله حسناته وكل مرحله لها مساوئها ولها مميزاتها، ولو دخلنا هندخل في اعماق ناس وهنتكلم عن ناس وده في حد ذاته انا ارفضه وما احبش اتكلم مع في اعراض حد ولا احب اجيب سيره حد ولا كده. انا قفلت بيتي على نفسي بابي ومش عايز ادخل بقى في هذا. انت كنت عايز تسال على مين بقى؟ انا كنت عايز اسال على عبد الناصر طبعا بالتاكيد.
المرحله بتاع الرئيس جمال عبد الناصر بما فيها من يمكن دي مرحله نجوميتها الاكبر دي الاكبر ودي اللي فيها الجدل حوالين اختلاط الفن بالسياسه واستخدام الفن في مش عارف ايه ممكن تبقى منطقه حتى حرجه بالنسبه لكل النجمات الجديده وخرجت من الموضوع بان انا رحت مدخلها بقى في الحرب وفي اجواء الوطنيه وبحر البقر ودرس انتهى لام الكراريس والحاجات ديت فرجعت تاني تتحدث برغبة وبإقبال بدل ما كانت بدأت يعني تخاف مني شوية يعني لا فبدأت ترجع تاني للحوار وبدأت تنصهر معايا كان دايما بيتقال إنه كانت علاقتها بالفنانة المعتزلة شمس البارودي يعني كبيرة هل ده يعني قالت لك الكلام ده ولا لا حسيت إن هي صداقة حديثة هي صداقة حديثة اللي أنا اكتشفت إن هي صداقة حديثة جدا مع شمس ومع هناء ثروت حديثة جدا جدا لدرجة إن في واحدة فيهم هي ما شافتهاش لغايه ما بقت شادي لغايه ما اعتزلت هي ما شافتهاش خالص ما تقابلوش ولا صدفه مع مين بقى اظن هناء ثروت اظن هناء ثروت وشمس بتقول ان هي شمس نفسها ان هي تشوفها وهي نفسها تشوف شمس ويأجلهم 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 سنوات يعني مش يأجلوا شهور هو واضح في الحديث تماما واضح هي بتقول لك المره الوحيده اللي انا التقيت معها مع شمس لما هي كانت بتصلي الفجر وكان نفسي ان انا اكلمها فلقيتها هي بتكلمني في التليفون خلينا نسمع ده الجزء ده من حوار أستاذ شريف أنديل مع الراحلة شادي الربط بين قرار الاعتزال بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لأخت شمس و ده حلو يعني عارف بتلاقي في اتصال بيبقى روحاني بين المؤمنات ده شيء جديد وغريب وحلو يعني كلنا بنعشق ونعبد الله سبحانه وتعالى فبتبقى احساسنا تقريبا واحد يعني هي مثلا كانت بتتمنى انا اكلمها انا لما اتحجبت قبليها بشويه كنت بفكر اكلمها دورت على نمرتها جابوها لي وكلمتها لقيتني بقول لها انا شادي فرحت طبعا وكلمنا وبقينا نتكلم الى الان ما شفناش بعض من كتر الواحد ظروفه يا اطفالها وبتاع انما قريبين من بعض جدا انا بحمد ربنا ان اداني عمر ان انا يعني يا رب انه غفور ورحيم ان انا لحقت يعني الحمد لله دي بتخلي الانسان يبكي ويرفع لله انه اداني الفرصه ان انا مثلا افرض الواحد كان يعني من نص عمره راح ولا حاجه الحمد لله الحمد لله فانا بقول لدول بصوا الدنيا دي ايه ده في حساب في اخره في جمال يعني اذا سعاده شادية في رحلتها الثانية أكثر كثيرا من سعادتها في رحلتها الأولى بمراحل رغم نجاحها ووصولها إلى قلوب الناس لا أنا أقول لك تعبير ثاني وأنا تملي بقول يا رب أنت خلقتني من جديد يعني أنا بجد يعني أنا يعني قدام ربنا وربنا شاهد إن أنا واحد إنسانة ثانية يعني إنسانة حاسة باستقرار نفسي كامل تماما يعني هي كانت بتتكلم بسعادة كبيرة جدا عن فترتها الأولى وهي 16-17 سنة هي بتغني في السينما وهي بتغني في الراديو وبعد كده اتكلمت بشغف وهي بتتكلم على ريا وسكينة وبعد كده لقيت سعادتها في حاجة تانية خالص في الزهد في الابتعاد عن الأضواء يعني قدرت أشوف كده مراحل العمر في الحوار بتاع حضرتك ده هي عملت كمان بيئة خاصة بيها تسعدها يعني واحدة في زي ما هي بتقول في الاستوديوهات وفي البلاتوهات وفي المؤتمرات وفي الندوات وفي كل الحاجات ديت وفي هذه المرحلة وفي المرحلة الثانية هي شقتها فقط تحسي ان هي سعيدة بشقتها سعيدة بالمكان وهي بتفرجني على الأركان اللي فيه وهنا مش عارف بتبص على ايه وهنا ايه هذه السيدة ملأت حياتها في كل مراحلها بالضبط بما ارتاحت لها صحيح ده 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 صحيح الشريط بقى يا استاذ شريف انت ما زعتوش قبل خالص ولا 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 سمحته نسيته يعني لا ما نسيتوش انا زي ما قلت لحضرتك انا ليا موضوعات لكتب اكثر مش عايز اقول اكثر اهميه لكن بالنسبه لي انا في مجالي كانت مهم جدا ان انا اعملها يعني ومن ثم وما عملتش حاجه يعني ما انا عندي 5 كتب تحت الطبع قصتي في الهند قصتي في الجزائر قصتي في افريقيا وحاجات كده وقلت مش معقول هبدا بشاديه يعني انا بمناسبه ايه هبدا بشاديه يعني امال طارق الشناوي والناس اللي هم دول يبداوا في ايه يعني فقلت لا ما مش هعمل كتاب وده اللي خلاني ايضا اوافق او ان انا اللي اجري او ان انا عايز يعني من باب الوفاء لهذه السيده لازم الكلام ده يطلع في نفس الوقت
فكان أنسب وسيلة هي هو الاختيار اللي أنا اخترته، أعتقد أنه اختيار صائب يعني. أنا بشكرك أستاذ شريف أنك اختصتنا بالشريف وبحييك. صحيح انه كواليتي او جوده الشريط هي اصلا غير صالحه للبث، يعني هو ده صحفي بيسجل عشان لما يجي يفرغ الحوار، هو ما كانش قصده انه بس صحيح انه الصوت كده فيه هش زي ما بيقولوا، انما من الصوت ده تعرف انك قدام صحفي يستمع وينصت كثيرا طبعا، ويدرك عن ماذا يسال ومع من يتحاور. يعني قدرت افهم، انا اتشرفت بوجودك النهارده، بس انا قدرت افهم شخصيه الصحفي الرصينه من خلال الشريط اللي انا سمعته. شكرا جزيلا. لو حضرتك عندك اي كلمه تعليق اخير. لا انا يعني انا زي ما قلت لحضرتك، انا ليه افرجت عن هذا الشريط، هو احساسي بالوفاء لهذه السيده، دي حاجه مهمه جدا، والعزاء ايضا فيها لان انا ما عزيتش فيها، فأنا اعتبرت ده أحسن تكريم وأحسن وفاء وأحسن عزاء لها، هو ما تطل به على العالم من هذا الحوار يعني. بشكرك أستاذ شريف، وشادية كانت حاجة حلوة قوي بنحبها. وستظل حاجة حلوة قوي. أهم حاجة إن هي عرفت سعادتها فين في كل مرحلة في حياتها، لما كانت صغيرة ولما كانت في أوسط العمر ولما كبرت. إنسانة قدرت يبدو من الشريط إنها تلمس السعادة في كل مرحلة من المراحل دي، زي ما أهدتنا السعادة كلنا بالملايين في الوطن العربي. صحيح. الصحفي المصري المحترم أستاذ شريف أنديل، شكرا جزيلا لوجودك معنا.